وهذا اليوم هذا الأحد اللي دنتهي لميلاد الرب يسوع المسيح، وهو آخر أحد من موسم البشارة، دنعيد عيد ماري يوسف. ماري يوسف أكو فكرة مهمة بالحياة على الأكثر تفيدنا، أنه لمن الله تعالى ينطينا في المهمة بالحياة كثير مرات ما نفتهمها، الرسالة ما نفتهمها. لا ماري يوسف افتهم كثير دوره في حياة يسوع، ولا مريم العذراء نفسها افتهمت دورها بالكامل شنو هي التفاصيل. فاحنا ايضا بالحياة الله تعالى يريد يكون فينا داخلنا وينطينا مهمة، ينطينا فضري السالة من خلال الأبوة، من خلال الأمومة، من خلال حياتي ككاهن. كل هالأشياء ما بسهولة نعرف تفاصيل مالتها. فإذا نأخذ اليوم ماري يوسف كقدوة لنا لهالكلمة، يا رب لتكن مشيئتك في حياتي. السالك طريق الكمال وفاعل الحب والمتكلم من قلبه بالحق، من بلسانه لا يرتاب، بصاحب لا يصنع شرا، بقريبه لا ينزل عارا، الرذيل حقير في نظره، ومن يتقون الرب يكرمه، يقسم مضرا بنفسه لم يخلف، لا يقرض بالربا فضته، ولا يقبل على البريء الرشوة، فمن عمل بذلك لا يتزعزع الى الابد. المجد لله والابن والروح القدس من الازل الى الابد، امين وامين. اللهم اقني بنقاء القلب امامك. لنصلي السلام معنا. فيما ندفع العداء والمرض على ارض السيم وذكر مبارك هذا البذاء حقوده مستهلك قبل غزال دبلان وبيه من شنيه دام شكرهم شعور الابطال بيدهم كل الدبري دعام وقوداتي واتماله وارويه كل العالمين. Bye.
المرتضية بمرادة تريد الفتيارات فرحم علينا كعادتك كل حين يا رب الكون الآب والابن والروح القدس إلى الأبد أرحم أنرنا يا ربنا وإلهنا أفكارنا لكي نسمع ونفهم تعاليم ووصاياك الأمور الإلهية بلا بنعمتك ورحمتك أن نجني من الفائدة الحب والرجاء والخلاص التي ترفع أنفسنا وأجسادنا فنرتل لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس يقول يا إخوة برحمة لينيرك المسيح بتعاليمه المقدسة. واعلموا هذا إن كل إنسان زان أو نجس أو طماع الذي إنما هو عابد الأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بالكلام الباطل فإنه من أجل هذا يأتي رجس الله على أبناء المعصية فلا تكونوا لهم شركاء فإنكم كنتم من الظلمة أما الآن فإنكم نور في ربنا فاتقوا هذا كأبناء النور. فإن ثمار النور هي جميع الخير في جميع الخير والبر والحق وميز ما هو مرضي لدى ربنا. ولا تكن لكم شركة في أعمال الظلمة التي لا ثمر لها بل وبخوا عليها فإن الذي يفعلونه خفية يقبح التكلم به أيضا. فإن كل شيء يوبخ عليه بالنور ويعلن وكل ما هو معلن فهو نور. ولذلك قيل استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن كيف تشتكون بطهاش لا كالجهلاء بل كالحكماء الذين يشترون جهادهم لأن الأيام سيئة. فذلك ذلك لا تكون ناقصي الرأي بل افهموا ما هي إرادة الله ولا تشكروا بالخمر التي فيها الدعارة بل امتلأوا من الروح القدس. والنعمة والسلام مع جميعكم يا أخوتي آمين. لنقف باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. ستلد ابنا تدعو اسمه يسوع انه هو يخلص شعبه من خطاياه. هذا كله كان ليتم ما قيل في الرب بالنبي ها ان العذراء تحبل تلد ابنا يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. فلما نهض يوسف من نومه صنع كما امره ملاك الرب
فأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكرة دعت اسمه يسوع. Now the birth of Jesus Christ took place in this way, when his mother Mary had been betrothed to Joseph. Before they came together, she was found to be with the child of the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to send her away. But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means God is with us. When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had borne a son, and he called his name Jesus. Shuha الله يريدنا في تدابيره وفي مخططه لربما أكثر ما إحنا نريده في حياتنا. فشلون يريدنا الله في مخططه؟ مخطط الله العام هو فرح، خير، صلاح كل البشرية، ومن ضمنها إحنا كأفراد. فإذا الله تعالى يريدنا في هذا المخطط أن نكون في مخطط مالته، في تدبيره، في حياته، وكل واحد من عندنا ضمن القابليات مالته، ضمن المسؤوليات مالته. إذا الله تعالى لربما من دون أن نعرف كثير عن هذا المخطط يريدنا أن ندخل باندفاعين: اندفاع الإيمان، اندفاع الحب. هالاندفاعين دائما هما غير مفهومين كثير. اندفاع الحب، اندفاع الإيمان ما عندهم أسس علمية. الأسس العلمية هي أكثر مفهومة. لما نريد نبني بيت بدون خارطة ما نقدر. الخارطة تنطينا الأسس العلمية لكل الأشياء، للأساسات، للحيطان، للكهرباء، للبلومينج، لكل الأشياء وخارطة. وكل هذول البنائين والمهوانين كل واحد لازم يكون عنده الخارطة ويمشي عليها. حياتنا تقريبا ماكو هذيك الخارطة. أنت من تزوجت ما كان هذيك الخارطة المفصلة. تمام، هالمرأة راح تكون إلى جانبي، هذا الرجال اقتنعت بينه أو أهلي اقتنعوا بينه أو أهلي اقتنعوا بيها عشان ما صارت هذاك اليوم ما تزوجت بينه. بس تفاصيل الحياة اللي مريت بيها
إذا 20 سنة وإذا 30 سنة وإذا 50 سنة وإذا 60 سنة، هل تفاصيل بكل تأكيد ما كانت موجودة بهذاك اليوم؟ بس كان أكو الإيمان، كان أكو القناعة، كان أكو المحبة، هالشيئين كانوا موجودين، الإيمان والمحبة كانوا موجودين. هالشيئين كانوا موجودين بحياة مار يوسف، كانوا موجودين بحياة مريم العذراء، والمفروض تكون موجودة بحياتنا الشخصية كل واحد من عدنا. الإيمان، الحب، القناعة أنه الله تعالى يريدني في مخطط مالته. المخطط مالته مثل ما قلت هو خير البشرية ككل وخيري الخاص ضمن هذا الخير العام اللي يريده الله لكل البشر. الاركيتكت من يخلي المخطط للبناء ككل يفكر سلامة الناس اللي بهذا البيت، تفاصيل مالتك كلها. بس لما يجي البلور ابو البغاري ما يعرف هذا البناء كله بتفاصيل مالته شنو هي، بس يسوي شغل. لما يجي الكهربائي يسوي شغل، لما الفاونديشن خلى الشمنتو بالقاع سوى شغل، لما ابو الالارم ابو المفاتيح ابو البيبان ابو المدري شنو، كل واحد يسوي شغله بدون ان يعرف التفاصيل كل التمال كل العماره ما كل البناء. احنا ايضا لربما ما نعرف كل التفاصيل، وعلى الاكثر ما نعرف كل التفاصيل، بس تفاصيل حياتنا الخاصة نريد أن يكون تماما الله تعالى بحياتنا، أو لازم نريد أن يكون الله تعالى بحياتنا قدر الإمكان. فنستعد لميلاد الرب يسوع المسيح إلى جانب الأفراح الحلوة، الشمالية، الهدايا، الأكل، تنظيف البيت، الترتيب، اللبس، زينة، إنسانية زينة كلش، بها دلالات الفرح، دلالات الفرح الداخلي خاصة، بس أريدك بقدر الإمكان أن نفتح قلوبنا لميلاد يسوع بحياتنا. وواحد من الأمور اللي دائماً أنصح بينه بهالأيام هي أنه يكون قلبنا تماماً مفتوح أن نفرح الآخر. هذا الشيء جداً مهم. إذا أكو أي نوع من الزعل، ما هو هذا الزعل؟ نحاول أن نزيله، أن نودينه، نفتح قلبنا للمحبة، للفرح الحقيقي. لمن حسنا بخشوع واجتهاد ونطلب قائلين ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب. يا أبا المراحم وإله كل تعزية نطلب منك، ارحمنا يا رب. يا مخلصنا والمهتم بنا ومدبر الكل نطلب منك، ارحمنا يا رب. لأجل أمني واتفاق كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك، ارحمنا يا رب. من أجل بلدنا وكل البلدان ولأجل اصلاح كل العالم نطلب منك، ارحمنا يا رب. لأجل السلام والاستقرار وخصب السنة وغلات الأثمار نطلب منك، ارحمنا يا رب. لأجل أبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الباتريارك الجاثالير، مار فرانسيس أسقف أبرشيرنا وأبينا مار إبراهيم، ولأجل الجماعة التي يخدمونها نطلب منك، ارحمنا يا رب. من أجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومكتئبي النفوس نطلب منك، ارحمنا يا رب. من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك، ارحمنا يا رب. خلصنا أيها الرب المسيح ربنا بنعمتك وكثر معنا أمنك وسلامك وترحم علينا، ارحمنا يا رب. يا ناس المغتابين تباب عمرنا وروحك وتشامسنا من نفيا مريالات إلى نجنون
وسائر عمل يوسف على قيادة ديانة مرعيمة قبيلو طاوض ورامدين ومارنكول باب رونا روح القدس
القيام من بين الأموات رجاءً صالحاً معهم وميراث الحياة في ملكوت السماء. فيها خذا خبزا بيدين مقدستين رفع عيني اليك
Yeah.
بشريا مائتا ونفسا ناطقة عاقلة وخالدة وبشرائعه المحيية ووصاياه المقدسة نقلنا من الضلال إلى معرفة الحق، وبعد أن حقق تدبيره لأجلنا ذاق آلام الصليب وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء وأعطانا أسراره المقدسة لنتذكر بها نعمته العظيمة علينا، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الخالدة بحب كبير وتواضع عميق وبالصلاة النقية والشوق الواعي نشترك في أسرار الكنيسة على أمل التوبة، ونحن مرتدون عن زلاتنا ومتألمون عن خطايانا ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكل صافحين لإخوتنا زلاتهم. خطايا حبيبنا وزلاتهم. ومتقين نياتنا من الخلافات والخصومات. خطايا حبيبنا وزلاتهم. ونفوسنا صافية من كل الحقد والعداوة. خطايا حبيبنا وزلاتهم. نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس. خطايا بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا رب خطايا عبيدك وسلامك. لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا. وللحياة الأبدية. لنصلي السلام معك. اغفر يا رب خطايانا وسلامك. قدسنا بنعمتك ونشهدنا للوقوف بدوما أمامك. وجوه مشرقة بالدالة التي أعطيت لنا برحمتك ندعوك جميعنا سوية هكذا نقول.
نودي كلا نخذ ونشبح لا لا صورة مار يوسف اليوم. الله الذي باركنا بكل البركات الروحانية في السماء بواسطة يسوع المسيح ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربنا حياة أبدية هو يبارك جمعنا. صليب الحي الرباني تكونون مخدومين محفوظين من كل يدي خفية وظاهرة لا أبردنا ولا لما فيه. أيها الأعزاء في هذه الذبيحة الإلهية شاركنا جميع موتانا الراقدين على رجاء القيامة خاصة اللي عندهم صلاة التعزية اليوم. كل الناس اللي يرتب أن يكونوا مشتركين في قداديس هذا اليوم واللي عندهم القداديس الدائمية والمؤبدة. بالنسبة للتعليمات يوم عيد الدنح يوم عماد يسوع راح يكون عندنا قداس للأطفال اللي تعمدوا خلال سنة 2018. إذا قداس الإنجليزي 10:30 إلى عدكم أطفال معمدين خلال السنة راح يكون عندنا بركة إلهم ويكون عندنا قداس إلهم كل سنة نسويها. إذا تقاويم السنة الجديدة مثل ما تعرفون هي جاهزة وأيضا بالنسبة لأوقات القداديس. إذا النهار غد صبح ما راح يكون عندنا قداس. القداديس راح تبدأ من الساعة 3:30 يكون بالإنجليزي 5:30 بالقداديس الأولى 7:30 بالعربي 9:30 يكون بالإنجليزي و 11:30 يكون القداس الكبير بالكرداني. ويوم الثلاثاء يوم العيد نفس القداديس تكون مثل الأحد 9:10:30 و 12:30. يوم العيد الثاني اللي هو تهنئة مريم العذراء يكون عندنا قداسين 10:12. ونطلب من الله تعالى أن يبارك يحط سلام مالك بالعرواني مالكنا وبالعالم كلته. أثناء القداديس مثل ما قلت لكم راح يكون عندنا صينية ثانية لما ثانية الغاية منها مساعدة المحتاجين أخوتنا أخواتنا العراقيين إذا وين ما هم 60% من هاللمة تروح إلهم 20% لطلاب السمينير لمساعدتهم و20% الأخرى تكون لدعم صندوق تقاعد الكهنة. وبالنسبة للتعليمات الأخرى ورقة تقدرون تشوفوها وهسه يكون عندنا تقبيل صورة ماري يوسف.